شو وضعك الصحي اليوم؟ وضع الصحي تعيس تعيس. أنا تعرضت لحادث سير. نعم. من 10 أشهر، وأنا ضيعتي للمستشفى بدي نص ساعة وثلاث ساعات، وأنا عم بنزف بالدم. تعرضت لطقطيش أوتار شرايين. يعني أنا قلت بهالحلقة ساعات أمام أبواب المستشفيات. ساعات أبواب المستشفيات. كم مستشفى يعني؟ ثلاث مستشفيات. ليه نقلت من مستشفى إلى مستشفى إلى مستشفى؟ أول مستشفى 3 أشهر تعرضت لبتر لغلطة حكيم. كيف كانوا يستقبلوك في المستشفى؟ كانوا يستقبلوني أول ما فوت مصاري لنفوتك على المستشفى، ما في مصاري بتضلك برا. ساعات قدام باب المستشفى وما كانوا يفوتوني إلا بدهم مصاري. قد إيه طلبوا بأول مستشفى؟ أول مستشفى 2000 دولار، ثاني مستشفى 10,000. 10,000 شو؟ 10,000 دولار. ثالث مستشفى مليون. مليون ليرة؟ مليون ليرة. إذا ما بتدفع؟ إذا ما بتدفع بتضلك برا. شو بصير فيك برا؟ دبر حالك موت. اليوم إجرك اليوم بشو مهددة؟ مهددة بالعطب، عطب مدى الحياة. إجري وإيدي. بسبب؟ بسبب غلطة حكيم. أيضاً. وإدارة. مثل ما أنت عم بتقول، أول مستشفى شو طلبت منك؟ أول مستشفى طلب مني 2000 دولار ليخضع لي على العملية دغري. كانت حالتي كتير صعبة وعم بنزف. 3 ساعات 4 ساعات خلوني برا وما كانوا يفوتوني، يقولوا لي جيب 2000 دولار لنفوتك. مهم رحنا جبنا 2000 دولار، يعني هاي بصراحة رحنا تشحدنا 2000 دولار وجبناهم لحتى فوتوني على العملية. بعد ما فوتوني على العملية 3 أشهر دخول مستشفى. بعد 3 أشهر دخول مستشفى كل نهار يعطوني أبرة، كل 8 ساعات يعطوني أبرة ينيموني فيها. فوت الحكيم قال له يا حكيم كيف الوضع تبع اجري؟ قال لي كثير تمام. نعم كثير تمام. من بعد 3 أشهر بيقول لي الأفضل يا علي إننا نبترك إياها. غرغرينا ماشي بقلب العظم، الافضل انه نبترك اياها ما بقى تزبط. قلت له يا حكيم اذا مانك من قد هالشغله لاطلب حكيم من برا. قال لي يا علي اذا بتطلب حكيم من برا بدك تتكلف. قلت له قد ما اتكلف مهم اني لحق اجري. قام بيقول لي لا لا انا لح باذن الله رح لحق لك اياها وبتزبط اجرك. يعني اذا انت ما امنت المصاري لدخول المستشفى شو كان صار فيك؟ اذا ما امنت انه خلص بيزتوني برا، بيقولوا لي روح موت. هاي ابسط شغله. كيف ممكن كنت أمن المصاري؟ قلت لي يعني استعملت تعبير قاسي شوي، قلت لي كنا عم نشحد المصاري. كنا عم نشحد مصاري، عم نشحد، نبرم على البيوت، تبرم الوالدة على البيوت تشحد مصاري. من بعد ما جيت قلت له للحكيم إنه بدي أطلب حكيم برا، طلبت حكيم حسابي من برا، يقول لي ما بتدفع على المستشفى. قلت له اطلبوا لي حكيم برا، يقول لي لا أنت بتطلبه حسابك، طلبته حسابي أنا. عم يقول لي نعم. علي إلي خلال يومين ثلاثة نعم. إذا ما بتلحق حالك على مستشفى أكبر من هون فالأب بترك أجرك. نعم. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.